تاريخ والرجال من الزهرة، وكان بيتكلم على ازاي انه احنا كجنسين من كوكبين مختلفين تماما، وازاي ان احنا بنقدر ان احنا نعيش في بيت واحد مع الاختلافات دي. كل واحد فينا شايف الحياة بطريقة مختلفة، كل واحد فينا شايف الآخر بطريقة مختلفة، وأحيانا بنقيس احتياجاتنا وأحاسيسنا ومشاعرنا بنفس المقياس، وده مش صح خالص. حتى طريقة الزعل، طريقة التعامل مع المشاكل مختلفة تماما. فاحنا كستات دايما لما بنقعد نتكلم مع بعض بنبقى فاهمين بعض جدا، فتلاقي قعده ستات حلوه كده ومريحانه جدا، اللي هو ستات نص المجتمع، دي ست ب 100 راجل، كلام بنقوله لبعض. ولكن مش عارفين الرجاله بقى بتقول علينا ايه، هم شايفيننا ازاي. فالنهارده جايبين اتنين رجاله، مش عشان نزنقهم خالص، اوعوا تفتكروا كده، بس عشان نفهم منهم فعلا الراجل بيفكر في الست ازاي، بيشوفها ازاي، بيحب ايه، ما بيحبش ايه. فمعانا اتنين من ضيوفنا الاعزاء جدا، الفنان كريم السيد، كريم عامر، زي العمري. العمري. كريم اهلا بيك. اهلا بيك. وكمان معانا استاذ زياد السيد بقى. العمري برضه. العمري. زياد السيد وزياد عمري. السيد مش موجوده في الاسم. السيد في البيت بيتفرج على السيد في تحيه كبيره للسيد الكبير صاحب وطبعا زياد السيد صاحب شركه توريدات أغذية. هم اخوات على فكرة، ولكن ساعات الواحد بيبقى متربي في نفس البيت، إلا أنكم ممكن تبقوا مختلفين. أتمنى تبقوا مختلفين. يا ترى هتبقوا مختلفين ولا إيه؟ جدا جدا. طب خلونا نشوف بقى. وأنا مبسوطين جدا إن أنتم موجودين معانا منورينا. ربنا يخليك. وعايزين نعرف يا ترى أنتوا بتقولوا إيه علينا كستات. فكريم قول لنا كده، خلينا نبدأ معاك وقول لنا بقى يا ترى انت شايف الست ازاي، او بتقول ايه لما يعني بتبقى مثلا انت واصحابك كده وقاعدين بتتكلموا، بتشوف الست ازاي؟ طبعا بشكركم في الاول على الاستضافه الجميله دي. احنا بنشكركم ان انتوا معانا النهارده. استاذه سالي ورضوى صديقتي، او اخيرا طلعنا مع بعض. اخيرا. الست هي الحياه بالنسبه للراجل، هي النعيم او هي الجحيم، هي الجنه او هي النار، هي الحياة كلها بالنسبة للراجل، هي كل حاجة مفروض. ده كلام عشان المعجبات ولا لا؟ لا والله، لا 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 والله كريم، لا والله خالص، والله ده بجد. يعني الست وراء كل رجل عظيم امرأة. حد ناجح في شغله هتلاقيه مستريح في بيته، بيته مستقر، مراته في ظهره، تمام. وياما بنقابل نماذج بشوفها من صحابي ومن الناس اللي بيبقى مش مستقر، بيضيع ومستقبله بيضيع وشغله ونفسيته وكل حاجة. طب ما اتجوزتش ليه لغاية دلوقتي؟ شفت النموذج التاني، فعلشان كده مش عايز ابقى. ايوه، ايه بقى النموذج التاني؟ ايه بقى؟ قال الكلام الحلو في الاول. بالظبط، ما هو النموذج الاخر؟ هو الجواز هو يعني بالذات في الزمن دلوقتي اختلف شويه عن زمان. هو لازم يكون فيه تفاهم جدا، ولازم يكون فيه قبل بقى حب وقبل الكلام ده كله. انا بشوف ان التفاهم وان اشوف حد يكون في ظهري ويقدر يقويني ويقدر يخليني ابقى اخد خطوات لقدام اكتر، ويضيف لي مش يقلل مني. كل المواضيع اللي انا دخلت فيها كانت ما شفتش فيها ده للاسف. يعني شفت فيها ان بيتاخد من طاقتي، بيتاخد من وقتي، بيتاخد، ما فيش الدعم الكامل، او اللي هو لا انا في ظهرك واعمل اللي انت عايزه. وبرضه هي معذوره لان هي محتاجه اهتمام، محتاجه وقت، محتاجه. ما كنت لسه هقول لك، ليه طول الوقت بنلوم على الست برضه؟ ما ممكن الراجل يبقى في فكره ان كل واحد من كوكب، فكل واحد شايف الموضوع بطريقه مختلفه، ازاي بقى نقدر نخلي الاثنين يتعاملوا مع بعض؟ انا كراجل بشوف ان انا طالما قلت لك من الاول ظروفي، فانا كده يعني خليت الكوره في ملعبك. انت قابله بالظروف او عاوزاها، لان احنا زي ما احنا عاملين قعده رجاله، في حاجه اسمها كلمه رجاله. انا لما بقول انا ظروفي كذا، بعمل كذا، كلامي ما بيتغيرش. الست على النقيض تماما، مفيش حاجه اسمها كلمه ست. يعني حتى والله العظيم كلمة ساعات ومش تحيز، ساعات مش تحيز. عايز اقول لك كلمه الست ساعات بتبقى ب 100 راجل. انت قلتي ساعات، هي معظم الوقت انا مش راضيه اضايقك. انا احتراما لوجودكم معايا، مش هجوما والله. لا، اصل الست خلي بالك من حاجه، يمكن جزء انا هدافع عن الستات. ليه؟ فكره ان انا اضعف، فكره ان انا ممكن يتقال عليا نقص عقل ودين وانا فخوره، يخليني ان انا ما اقدرش اوعد بحاجه انا مش قادره اعملها. انتوا عندكم مشكله تانية، انتوا المجتمع والتقاليد والعادات محملاكوا فوق طاقتكوا احيانا، لان في الاخر احنا كلنا بني ادمين. فاحساسك ان انا مش قادر اقول معرفش، مش قادر اقول مش هقدر، انا سهل اقولها. فيوم ما الست بتقول وعد او بتقول كلمه بتبقى بتتعمل. فعشان كده هي بيتقال ان الست، لان هي في الاخر
سهل قوي مش عارفه، محدش هيلوم، المجتمع مش هيلوم، لكن الراجل دايما ايه عليه عيب، اللي هو في راجل ما يعرفش، في راجل يعيط، في راجل ضعيف، ما ينفعش يبقى كده. فبالتالي بتشوف نماذج كتير، مش بتكلم طبعا اكيد عليكم، بس بتلاقي نماذج كتير من الرجاله اللي هو اه طبعا هعملها، اه طبعا انا في ظهرك يا عيني مش صح قادر. صح صح صح. بس احنا في المجمل بنتكلم، مش بنعمم، بس القاعده بتقول حتى لما حد بيخلف كلامه مع يقول له يا عم هو كلام ستات هنرجع فيه او كلام عيال. لا لا، ما دي من المفاهيم الخاطئه بقى اللي متاخده عن الستات على فكره يعني، لكن في معظم الاحيان لا، هي الست بيقول لك المجتمع مجتمع ذكوري. ايوه مش ذكوري، انا بشوفها في امي وفي اختي يعني، هي الست ما تقدريش تلزميها بكلمه زي كلمه الراجل. لا هي الست لن تلتزم بكلمه الا لما تبقى تعملها، لان عندها الاختيار انها تقول ما اقدرش، مش يعني لو مش هتقدر مش هقدر على فكره. ما حد ما عمرك ما شفت هي ممكن تبقى شخصيتها بس ده طبيعي، ده بالعكس ده جزء من لطافتها. طب زياد احنا ما سمعناش صوتك خالص وانت مبسوط طبعا، وانت هربان من ان انت تقول رايك. اهميه الست في حياه الراجل هي طبعا يعني اهم حاجه في الدنيا. احنا قلنا مختلفين في الاول. دي حقيقه اهم حاجه في الدنيا طبعا. و يعني الراجل مهما كان عنده احتياجات وعنده طلبات وعنده شخصيات اكيد بيقابلها، بس في جزء بيبقى اللي هو جزء الحنيه والدلع والكلام ده ما بيشوفوش طبعا غير من الست. في الاخر يعني مهما كان واحد بيشوف ظروف وبيمر بمواقف، في الاخر هنحتاج في الاخر ان احنا نقعد مع ست برضو نفضفض ونحكي ونحكي هموم ما نقدرش نحكيها للرجاله اصلا في الاخر يعني. فطبعا مهمين جدا في حياتنا وما نقدرش نعيش من غيرهم ده مهما حصل يعني. ده بجد ولا في كلام تاني زي كلام كريم بقى بعد كده؟ لا مفيش حاجه. لا ولكن ولكن هي دي اللي انا مستنياها. لا مفيش ولكن والله. لا طب زياد اكتر حاجه بتضايقك في الست ايه؟ والله النكد. النكد هو ده موجود عندنا في مصر بطريقه كتير يعني، فدي اكتر حاجه بتضايق طبعا. بس يعني عموما لا بس يعني في مصر الموضوع وراثي بحسه اكتر من اي حاجه ثانيه. بس طبعا يعني عارفين ان في دراسه طلعت ان الراجل هو النكدي اكتر من الست، ان الرجاله يميلوا للاكتئاب والنكد اكتر من الستات. ده حقيقي يعني بنسبه اكتر بنسبه حوالي 37. بس الراجل ما بيبينش ولا بيشتكي ولا بيروح لدكاتره، فعشان كده مش انا جبت سيره الكتاب في الاول اللي هو الرجال من المريخ والنساء من الزهر. قالك الراجل لما بيكتئب بينغلق على نفسه، ممكن تبقوا قريتوه او سمعتوا، بينغلق على نفسه في الكهف. مش عايز حد يكلمه، في اكتئاب اكتر من كده؟ الست عايز حد يكلمه. سليني يا اخي. من باب ان احنا برضو شايفين ان الراجل ما ينفعش يعيط من وانت صغير، بيتقال لك انت راجل ما ينفعش تعيط، ما ينفعش تتكلم، ما ينفعش تشتكي. و هحلها بالظبط، مستر فيكسيت لازم انا بحلها. هو احنا دايما بيبقى يعني انتوا لو بتطبطبوا وبتعيطوا وبتفضفضوا احنا بيبقى دايما اكشن، الراجل يتصرف، عندي مشكله احلها، ما احكيهاش غير بعد ما تخلص واحلها. انا كده ما اعرفش احكي المشكله اللي عندي، اشتكي. طب ليه أندل. على فكره طب ما تحكي وتشاركها عادي جدا. ده بيضايقني اكتر يعني. ليه؟ ما اعرفش، زي ما هي بتبقى اكيد عايزه حد يشاركها، انت كمان لو في مشكله احكي لها يعني، دخلها معاك في الحاجه اللي انت حاسس بيها، احكي لها عليها يعني. هو مش كنوع مش فعلا. ليه معظم الرجاله بتفكر كده؟ مش هحكي المشكله ليه؟ مش هيحكي علشان سر، بس هو انا بحس ان انا هتضايق لما احكي. هتضايق ان احكي إن مشكله ما حلتهاش. المشكله انا مش بس ما حلتهاش، هو بيفكرني بالمشكله اللي عندي اللي انا ممكن ابقى مش عارف احلها بالزبط. فبالتالي بيحسسني بالضعف الزياده، واحساس الراجل قدام مراته او قدام الست ان هو يحس بالضعف بتضايقه، ما لانه غير يعني ده موجود في العالم كله، ولكن كمان في المجتمع الشرقي بتاعنا. صح. الراجل متربي ان هو انا ما ينفعش ابقى ضعيف، دايما الست تقول لك ايه اللي هو الراجل ضهري مظبوط، فانا مسنوده على حاجه. صح. فلما يحس انه مش عارف يسند او ان هو بيقول لها انا ضعيف، هو بيتخيل ان هو قدامها نظرتها هتختلف. بالعكس ما هي ممكن تسنده يا سالي. ما هو ده بقى القصه، ده الفرق في اللغه. ده انتوا دي وجهه نظركم على فكره. انا بدافع عنكم. بس الفكره انه الستات لما بتحكي لها بالعكس ما بتشوفكش ضعيف يعني. الراجل اللي بيعيط او الراجل اللي بيبقى ضعيف او الراجل اللي هو بيقول انا مش عارف او انا مش قادر، بالعكس هتلاقيها واقفه معاك اكتر، حاسه ان هي ممكن تتنازل عن الحته دي عشان الحته دي تمشي او عشان تقدر تساعدك. كام بتتفرج على كل المسلسلات والافلام وشفناها ممكن في بيوتنا كمان، الست اللي بتقلع ذهبها لما تلاقي جوزها مع مزنوق وتروح وتبيع حته الارض اللي حلتها عشان خاطر الراجل يبني نفسه. صح. ما هو لانه حكى. بس ده بقى موجود دلوقتي؟ طبعا موجود.
لو حست ان هو بيحترمها. لا 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 موجود، بيحترم رايها وبيحترم ادميتها وبيحترم احتياجاتها كانسان. بس لو حاسس ان لو حست ان هي شالته في البيت، انا بتجوزك انا على كلمتي ما تتناش، واللي هو انت ازاي واقفه لي الند بالند، ليه هي درجه تانية؟ ما ممكن نبقى بنتكلم مع صح بعض. صح. لا لا موجود. طب يعني خلونا نطلع فاصل ونرجع فاصل. نكمل كلامنا ومناقشتنا بقى حوالين الراجل ازاي بيشوف الست. بنرحب بحضراتكم من جديد ولسه بنكمل كلامنا، والنهارده ضيوفنا الفنان كريم السيد وزياد السيد، بنتكلم معاهم عن ازاي الرجاله بتشوف الستات ويا ترى بيقولوا علينا ايه في حياتهم ولو مع صحابهم وشايفيننا ازاي. طيب عايزين يعني تقولوا لنا كده يا كريم، نبدا معاك، قول لنا بقى انت مع اصحابك عاده بتشوف معظم صحابك شايفين الستات ازاي؟ يعني الصوره الذهنيه زي ما بنقول كده اللي بتيجي لما بتبقوا في قعده صحاب وبتتكلموا، بيشوفوا الست نكديه زي ما كنت بتقولوا لنا كده من شويه ولا؟ انا ما قلتش هو اللي قال زياد. هو ده بس انت شكلك موافق على كلامي. لا لا لا، الست المصريه احسن ست في العالم طبعا، الست العربيه احسن. أيوة ست في العالم. انا عندي جمهور. صح. ايوه انا عندي جمهور وقلقان. لا والله هنلاقي فين زي الست ده بجد، يعني هنلاقي فين زي الست المصريه؟ خفه دم ما فيش زيها، جدعانه. انا بحب جدا البنات ولاد البلد اللي هنا في مصر، فتكوينتنا كشعب، تكويننا كشعب سواء رجاله او ستات، ما اعتقدش ان هي موجوده في اي شعب تاني ده بجد. احنا اطيب شعب في العالم ده من وجهه نظري. اخف دم. زياد انت اللي قلت عليها نكديه بقى. اتفضل. لا ما فيش حد شايف نكديه غيري. لا لا انا واضح ان الموضوع مشكله فيا انا يعني، بس يعني نكديه ازاي؟ طب اشرح لنا، قول لنا موقف. لا مش موقف، هو الفكره ايه؟ مش موقف يعني هي ايه؟ بتصحى من النوم هي ليه نكديه؟ صاحيه بومه لوحدها يعني، اكيد ايه الموقف اللي ممكن تقول عليه نكديه؟ خلال اليوم الدنيا ما بتمشيش سموزي كده يعني. ازاي بقى؟ لازم حاجه يعني الراجل ممكن يكون بيتعامل بعفويه مثلا في اي حاجه، بس ممكن دماغ الست تاخد الموقف ده في حته تانية خالص، تحوله من حاجه عاديه الى موقف نكد ان ممكن نقعد نتخانق عليه. ايه الموقف؟ ما هو برضه لازم عشان نبقى فاهمين الست، ما يمكن الاقي لها مدافعه يعني، ويمكن ابقى معاك. لا مش قصدي، انا قصدي ممكن حتى انا بتكلم في حاجه او بهزر مثلا، ف معنى كلمه تنمرت عليها بطريقه رقيقه مثلا، ممكن ممكن يعني نوع من انواع التنمر. ايوه ممكن قدام مين، او يعني ممكن في وقت انا مثلا بنهزر مع حد قاعد قدامنا اصحابنا مثلا، فبنهزر عادي، ممكن بنتريق على بعض شويه، في وقت ممكن تتقبله، في وقت تاني تبقى مشكله بقى بعد كده يعني. او لو زودتها شويه يعني، او حسب المود. ده انا بتكلم فيه ان هو لان هي ممكن تاخد اول جمله، تاني جمله، تالت جمله، لازم تبقى اطراء على طول يعني، لازم بعد يعني بعلمها بقى بينقذ نفسه بقى مع الخبره. ثاني بتقول لك اهو تعمل يعني، هو بقول لك الاسرار يعني، ممكن تهز تتريق اول واحده، تاني واحده، الثالثه على طول دي حبيبتي ما اقدرش اعيش من غيرها. انا بهزر، لازم اعترف ان انا بهزر. لازم تدي مميزات تانيه، لان لو طولت عن كده هيدي لك البول. أيوة اكيد هيجي النكد. دي حقيقه، بس الحمد لله خبره بتعلم يعني. طب كنا بنتكلم على ضعف الست، احيانا بيقول لك ان الراجل بيحس برجولته مع الست، وفي ستات كتير جدا بتنصح بالموضوع ده، تقول لك ايه دايما؟ قولي له ما اعرفش، ما اقدرش، ما افهمش من ايه كده، اللي هو ايه، وهو يحس ان هو نفش كده، اللي هو انا بقدر وانا بعمل لها، فيحس برجولته اكتر ويحس ان هي ايه تحت جناحه. وفي ستات تانية هي خلقت ربنا، انا زي الراجل كده، انا هصلح، انا هروح، انا هقف، انا هتكلم، انا هعمل. اي نوع من الستات بيجذب الراجل اكتر؟ مش هقول لك بيجذب زياد وكريم لكن عموما اللي انتوا شايفينه حواليك. انا شايف ان دلوقتي الوضع محتاج ان الست تكون طف شويه يعني، ما يبقاش الموضوع ضعف المطلق ده، ما بقاش الحياه دلوقتي مش محتاجه كده، والراجل كمان في حد في نفس الوقت محتاج ان حد يكون سبورتيف معاه ويبقى واقف معاه في مشاكله قبل الوقت الكويس يعني. فانا وجهه نظري ان دلوقتي الست ما تبقاش حنينه بالمطلق يعني، لا في وقت دلوقتي الحياه بقت صعبه، فمحتاجه الناس تكون تبقى قادرة تثبت نفسها وتواجه وتقف وكده علشان تقدر تكمل يعني وتستمر. بس انت مش ضد ان هي برضو تبقى ضعيفة؟ طبعا طبعا خالص خالص.
بس دلوقتي محتاج الموقف، يعني بقينا بنشوف يعني الحياه بقت صعبه في مش سهله، يعني الحياه والسرعه وكل ده، فده مزبوط. مش محتاجها تبقى ضعيفه بشكل مطلق، مش كل الوقت يعني مش كل الوقت. وانت يا كريم شايف ايه؟ لا انا ما احبش الست الضعيفه خالص، احب الست القويه، الست الناجحه، الست الواثقه من نفسها، اللي بتعرف تتصرف. لان انا كراجل مش محتاج ان اجيب ست ضعيفه علشان احس برجولتي خالص، الموضوع ملوش اي علاقه بالكلام. انا رجولتي ملهاش علاقه بان انا قدامي انسان ضعيف او قوي، رجولتي دي حاجه فيا، ثقتي أيوه. بنفسي، شخصيتي، احساسي بالامكانيات بتاعتي، برجولتي، كل دي حاجه ملهاش علاقه اذا كان الانسان سواء ست او راجل اللي قدامي ضعيف او مش ضعيف. طب خليني اجيبها لك بطريقه ثانيه، بموقف يعني احب احكي قصص. انا اقول دلوقتي وبنشوفها في المسلسلات اللي انتوا بتعملوها يا اخي، النهارده الست ساعات بتنزل الشغل والراجل بينزل الشغل، ساعات الست بتنجح اكتر، بتعمل فلوس اكتر، ممكن يبقى لها مراتي مدير عام فبيبقى لها منصب اكتر، واحيانا ممكن تبقى الست اذكى، ممكن احيانا مظبوط، وتبقى هي شايفه ان هو مثلا انت ليه بتعمل مش عارف، ما هو كان المفروض كده، فهو بيبقى حاسس ان هو انا دي حاجه تسعدني جدا. فعلا جداً. ما تتضايقش واتبسط جدا لو هي كمان بتوجهني او بتصلح لي او رايها صح عني، واقول لها انا اسف انت الصح وانا الغلط، حتى لو كانت في الشغل عملت فلوس اكتر، وصلت لمناصب اعلى. اتمنى اتمنى بالعكس. انا على فكره الاجابه دي يعني بالنسبه لي هي مفاجاه، لاني ناس كتيره من الرجاله بتشوف انه لا انا مهما كانت انجح مني لا، ومش كلام برامج والله، يعني مش عشان يعني كل اصحابي وكل الناس اللي حواليا عارفين كده، انا احب حتى لو البني ادم اللي معايا انا دخلت حياتها احبها تبقى انجح واحبها تبقى يعني توصل. انت تحب شخصيه الست القويه او المستقله شويه، خلينا نقول طبعًا. مش الاعتماديه، لا 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 الضعف ده زياد انت رايك مختلف، مش عارف بس حسيتك انا حسيتك اللي هو مش عارف. لا يعني انا اعرف واحد قال لمراته قال لها لا انا ما احبكيش تبقي في الشغل، واضحه من اول يوم جواز اعلى مني، احبك تنجحي جدا ولكن ابقى انا اللي ممشي البيت، لان هي لو اعلى هتضطر هي اللي هتمشي يعني غصب عنها، هتضطر هي اللي هتبقى ولو بتاخد مرتب اكتر. مواضيع كده هي شراكه، هي ما فيش مين البص مين الليدر، احنا الاثنين شركه في الحياه، شركه في الولايه. بس في حد بيغير من نجاح التاني؟ ما احنا بشر، وعاده الست لما بتبقى انجح من الراجل، الراجل ممكن يبقى جواه كده في حاجه، وفي ستات ممكن تغير من نجاح جوزها لو هي ست طموحه ومركزه في الشغل وكده، ده حقيقي بنشوف ممكن ده برضه. احنا بشر في الاخر، بنغير بنحقد بنحسد بنتضايق. والله انا يعني الجانب العملي في الحياه يعني ان هي تشتغل دي حاجه كويسه، مش بقيسها ان هي تنافسيه، بس انا برضو شايف ان ما بقاش فيه اللي تقدر دلوقتي تشتغل وتاخد بالها من بيتها، ويعني قليل جدا. ليه يا زياد؟ والله قليل، انا مش بقول ان هي قاعده ثابته، بس هي قليل. هو الراجل هيرتاح اكتر لو الست انا شفت انا شفت يعني انا بشوف كده ان هياخد منها مجهود كبير جدا في وقت احنا المفروض ناخد بالنا كويس جدا من تربيه اولادنا. الفتره دي الموقف بقى اصعب بكتير، احنا كنا اطفال غلابه، دلوقتي بقى اطفال بقى صعبين جدا. فوجهة نظرك ان انت عايزها تبقى بتركز اكتر مع الولاد بالظبط، في البيت اكتر والتربيه الاولاد اكتر يعني. طب ممكن تحب ان هي تشتغل من البيت؟ بقى في دلوقتي الاوبشن بتاع حلو ممكن جداً. تشتغل شغلانات من البيت، العكس ده انا اساعد كمان لو في ايدي ان حاجه اساعد فيها. فانت مش ضد الفكره في المطلق يعني، بالظبط انت بس عايز الشكل المناسب. بس انا شايف ان هي بتاثر على البيت شغل وانت تحب ترجع من الشغل تلاقي اكل سخن والبيت ظريف وحد بيقابلك بابتسامه لطيفه. مش هرجع الاقي نفسي لوحدي وهي مركزه في شغلها، الوضع هيبقى صعب جدا في الحاله دي. انا اظن ممكن كمان كريم عشان نوع شغلك، انت نوع شغلك انت اصلا كده كده بتبات بره بالشهور، فمن زي ما اتسلي بقى عشان ايه لا انزلي من على دماغي. بس هو فعلا كريم كده يعني، هو كريم عاوز يبقى معاه حد فعلا دماغه كبيره وعاقل وفاهم الموقف ماشي ازاي، مش حد تعتمد عليه في كل صغيره وكبيره يعني. انا ممكن اكون عكسه في حته، انت تحب تبقى انت اللي محابي يعني، وانت اللي في الاخر الراي من عندي يعني. طيب انتوا وانتوا في البيت بقى، بما انكم اخوات، شايفين ان من وانتوا صغيرين كان عاده ايه اللي بيتقال لكم؟ يعني ايه اللي بيتقال لكم في الموضوع ده؟ قول لنا يا كريم. الموضوع بتاع الشغل بتاع بتاع انه مثلا الولد مش زي البنت، ولا انتوا متربيين في بيت بيقول ان الولد ما يعيطش، الولد ما يعيطش، ولا انا عادي. بابا وماما يعني
يعني بابا حد كول جدا وكان مصاحبنا طول عمره، وكان وهو برضو بحكم شغله كان قبطان وبحري وكده، فكان بيسافر على طول، كانت ماما هي اللي معانا على طول. فما كانش عندنا لا حته ولد وبنت وكده لا خالص، بالعكس هي كانت اختنا كارمن هي البنوته الوحيده، فكانت واخده بقى الدلع كله، واحنا اللي بيجوا علينا انا والغلبانه. ايوه لان هي غلبانه فعلا، ما تقدرش وما تعرفش، ناقصه عقل ودين، وانا فخوره. مش ناقصه، مين اللي قال الست ناقصه؟ انا مبسوطه جدا. لا ما هو المقصود بناقصه دي يعني احنا قبل كده كتير اتكلمنا في نقطه ناقصه عقل ودين، ان المقصود بيها ايه؟ لا اصل في ناس بتقولها ان هي حاجه وحشه. لا هي مش حاجه وحشه، انا ناقصه خلاص ما حدش يحسبني، هي ناقصه عقل ودين وانا واخده ناقصه عقل ودين تحسبني ليه؟ لا ناقصه عقل مش عقل زياده بس مش اكتر، لكن هي تمام على فكره. ايوه ده في ستات حكموا دول، وفي ستات عملوا انجازات بشريه خطيره، ف يعني ما اعرفش. شفت بقى وكلمتها ب 100 راجل زي ما قلت لك. لا انا مش الدرجه دي يعني، احنا كده بنزاي في الحقيقه. الكلمه دي يا كريم. طب احنا كستات لما بنقعد مع بعض ومثلا واحده بتحب جوزها قوي او خطيبها، تقعد تتكلم مع اصحابها البنات واللي هو مش عارفه عمل لي ايه وبحبه قوي، وتحس كده في قلوب طالعه من عينيها. انتوا كرجاله لما بتقعدوا مع بعض ويبقى في قصه جديده او بتحب مراتك او في يعني في مشاعر لطيفه ما بينك وما بين الشريك الشريكه بتاعتك، بتتكلموا كده مع بعض كاصحاب؟ لا انا قابلت واحده ظريفه، يبقى كل اللي انت قلتيه ده. بس كده قابلت حد ظريف كل اللي انت قلتيه ده، ومحدش من صحابك اللي هو ايه طب عامله ازاي لما هيسالوك على ده؟ لا مش موضوع، مش الكلام ده. لا غيرنا خالص، هم مختلفين. لا عننا خالص، كل واحد فينا من كوكب. ايوه بالظبط، هو الكتاب صح. نورتونا نورتونا جدا الفنان الجميل. وبعدين كريم والله مشي وساب، انت سبت التصوير وجيت لنا صح؟ ورجع تاني ورجع تاني. فشكرا ان بنشكرك جدا 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 ان عندك تصوير وسبت شغلك وجيت قاعد معانا بجد. ده انا اتشرفت بيكوا والله. كريم العمري وكمان زياد، انا عارفه ان دي اول مره وانت ما بتحبش قوي الكاميرات دي حقيقة. بس نورتونا حقيقي ونورتونا بوجودكم معانا جدا. شكرا لوجودكم. خلصت حلقتنا، نقول باي باي. نقول باي باي.